United Nations Security Council is paralyzed by geopolitical divisions. سيد الرئيس، أصحاب الفخامة والمعالي، السيد الأمين العام للأمم المتحدة، السيدات والسادة، يشرفني بداية أن ألقل إليكم تحيات وتقدير رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وأن أقرأ نص الكلمة التي يوجهها سيادته إلى القمة الموقرة، معبراً لكم في ذات الوقت باسم الوفد الجزائري عن خالص الشكر على حفاوة الاستقبال وتوفير كل أسباب نجاح القمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد يويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا الشقيقة ورئيس مجموعة 77 والصين، أصحاب الفخامة والمعالي، السيد الأمين العام للأمم المتحدة، السيدات والسادة، يسعدني أن أتوجه إليكم السيد الرئيس بأحر التهاني على توليكم رئاسة قمة الجنوب الثالثة، متمنياً لكم النجاح والتوفيق، كما أتوجه كذلك بجزيل الشكر إلى أخي فخامة رئيس جمهورية كوبا الصديقة السيد ميغيل دياز كانيل على جهود بلاده المميزة طيلة ترأسها لمجموعة 77 والصين خلال السنة المنصرمة. تشكل قمتنا هذه مناسبة متجددة للتأكيد على روح الوحدة والتضامن لبلوغ تطلعاتنا المشتركة في بناء مستقبل أفضل، وهو الشعار الذي ارتأته الرئاسة الأوغندية كعنوان بارز لهذا اللقاء التاريخي، كما أنها تنعقد في ظل ظروف دولية متغيرة ومتشابكة تتسم بالانقسامات والاستقطاب نتيجة توالي الأزمات والصدمات التي ألقت بظلالها على بلدان الجنوب، متسببة في تفاقم الأوضاع وتعميق الهوة بينها وبين دول الشمال، فضلاً عن التحديات المتصاعدة في مجالي الأمن الغذائي والطاقوي وتزايد حدة الفقر وارتفاع مستويات المديونية في بعض البلدان. ومن هنا تبرز الحاجة لتعزيز التنسيق والعمل المشترك ضمن مجموعتنا للحفاظ على وحدتها التفاوضية في المنظمات الدولية بما يكفل الحفاظ على مصالح الجنوب، خاصة فيما يتعلق بالمساواة في السيادة وتفضيل الحلول التوافقية في إطار تعددية الأطراف من جهة، والتنمية والتمكين والمعاملة الخاصة والتفضيلية على الصعيد الاقتصادي من جهة أخرى. ودعماً لهذا المسعى أدرجت الجزائر التعاون جنوب-جنوب كأولوية ضمن مقاربتها التنموية من خلال إطلاق العديد من المبادرات التكاملية وتجسيد عدة مشاريع مهيكلة على غرار خط الألياف البصرية وأنبوب الغاز الطبيعي والطريق السريع العابر للصحراء التي من شأنها المساهمة في تعزيز التكامل الإفريقي وتطوير التبادل التجاري البيني. سيد الرئيس، السيدات الفضليات، والسادة الأفاضل، إن الاختلالات التي تشهدها حوكمة النظام العالمي الحالي القائم على هيمنة الدول الغنية على آليات اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي والمالي أدت بالنتيجة إلى إضعاف قدرات بلدان الجنوب التي لا زالت تعاني من التهميش، الأمر الذي يبرز الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل للنظام الاقتصادي والمالي العالمي ليصبح أكثر إنصافاً وتمثيلاً وتوازناً، وهو ما فتئت الجزائر ترافع من أجله ضمن رؤية طموحة لإرساء نظام جديد يجسد فعلياً مبدأ الاستقلال الاقتصادي التام للدول النامية. ولا شك أن إصلاح منظومة الأمم المتحدة من شأنه إضفاء المزيد من الفعالية على عملها ويساهم في رفع التحديات الإنمائية المطروحة، كما يعد إصلاح المؤسسات المالية الدولية ضرورة عاجلة لتحسين آليات التمويل وتخفيف وطأة الديون، لا سيما لصالح البلدان أقل نمواً. وفي هذا الصدد يكتسي التعاون جنوب-جنوب أهمية قصوى من أجل تعزيز التدفق التجاري
والاستثمارات البينية، وخاصة لمواجهة التحديات الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية. السيد الرئيس، السيدات الفضليات، والسادة الأفاضل، على صعيد آخر يتعين بلورة إطار للتعاون المشترك من شأنه المساهمة في تقليص الفجوة الرقمية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الأمن السرياني. وقد انخرطت الجزائر في مسعى مدروس لمواكبة الثورة الرقمية من خلال إنشاء المحافظة السامية للرقمنة كهيئة عليا مكلفة بتأطير وتنظيم وقيادة المشاريع الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي. في سياق متصل، تشكل العلوم والتكنولوجيا والابتكار مجالات خصبة للتعاون باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي، وهو ما يفرض العمل على وضع حد للقيود والاحتكارات التكنولوجية التي تعرقل وصول بلداننا إلى هذه الأدوات الحديثة والحيوية، كما تشكل المؤسسات الناشئة مجالاً واعداً لتعزيز التعاون، تعكف بلادي على تشجيعه من خلال وضع إطار قاري لتطوير هذا النوع من المؤسسات وفق مخرجات الندوة الإفريقية الثانية للمؤسسات الناشئة التي احتضنتها بلاد الجزائر شهر ديسمبر الماضي. كما تطلع الجزائر لإطلاق مبادرة مماثلة على مستوى الجنوب من خلال اقتراح إنشاء مركز امتياز لرصد وتثمين التجارب الناجحة للمؤسسات الناشئة ومد جسور التعاون بين أقطار فضائنا المشترك. فيما يخص التغيرات المناخية وأثارها الوخيمة على الدول النامية، أصبح من الضروري بناء تصور مشترك لتمكين بلداننا من مواجهة هذه الظاهرة عبر تعبئة الموارد اللازمة لضمان انتقال طاقوي سلس وتكريس العدالة المناخية وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، وهو ما تؤكده مبادرة الجزائر بإنشاء قوة مدنية أفريقية للتصدي للكوارث الطبيعية. هذا وتتأهب بلاد الجزائر لاستضافة القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز مطلع مارس القادم، وكلها عزم على دعم جهود المنتدى لتعزيز الحقوق السيادية للدول على مواردها وترقية دور الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الحالي والمستقبلي، وتجديد التزام الدول الأعضاء بتحسين الفعالية والأداءات البنية لصناعة الغاز الطبيعي بما يسمح بتحقيق تحول عادل وشامل وواقعي نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات. السيد الرئيس، لا شك أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من عدوان صارخ للقانون الدولي الإنساني وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء، ويؤكد على الارتباط الوثيق بين الحق في التنمية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهي المبادئ التي لطالما دافعت عنها بلاد الجزائر وأيضاً مجموعتنا. وهنا أود أن أعرب عن تضامن الجزائر الكامل واللا مشروط مع الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وفي نفس السياق، تجدد الجزائر دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تسوية عادلة لقضية الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء نزيه وعادل يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه غير قابل للتصرف في تقرير مصيره. وختاماً، السيد الرئيس، أود التأكيد على التزامنا الراسخ بالمبادئ والأهداف المؤسسة لمجموعتنا واستعدادنا الكامل لمواصلة العمل على ترقية التعاون والشراكة بين دول الجنوب بما يحقق الرفاهية والاستقرار والتنمية لشعوبنا. شكراً على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.